السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متتبعي شهيوات راديو قريش. جيتكم اليوم بغريبة المعلكة ديال الكاوكاو. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. غنحتاج هنايا واحد 500 غرام ديال الكاوكاو او الفول السوداني. استعملت النوعية اللي كتكون رقيقة، ما حمرتوش غير صهدتو واحد شوية في الفران وطحنتو بقشورو. غنحتاج واحد خميرة كيماوية ديال 7 غرام، قشرة ديال البرتقال محكوكة، هنا معلقة صغيرة ديال القرفة، جوج بيضات كبار، إلا كانوا صغار كديروا ثلاثة. وهنا نحتاج سكر كلاصي سبيسيال مع شوية ديال الماء زهر للتفنيد. كيف كتشوفوا أنا الكاوكاو ما طحنتوش بزاف، خليته شوية مهرمش. دير عليه القشرة ديال البرتقال، هنا القرفة غادي نغرب لها. صافي نخلط هاد العناصر وعاد نزيد البيض. كيف قلنا جوج بيضات، هادو بيضات عندي انا كبارين، الا كان عندكم البيض صغير كديروا ثلاثة. اسمحوا لي نسيت ما ذكرتش في المقادير، واحد المعلقه كبيره ديال مربى ديال المشماش، ومعلقه كبيره كذلك ديال السكر كلاصي. ما كنبغيش نكثر فيها الحلاوه بزاف حيت كتفند في السكر كلاصي، يعني كتهزنا السكر بزاف. صافي هاد الكاوكاو كيتجمع غير بالبيض فقط، ما غديروا لا ما زهر لا حتى شي حاجه. غادي نحاول نجمع هاد الخليط، ولا شفتوا العجينه ما جمعتش ليكم كضربوا واحد البيضه وكتزيدوا بشويه بشويه. المهم هاد العجينه ديال الكاوكاو او ديال الغريبه معلكه ديال الكاوكاو كتجمع فقط بالبيض، والسير ديالها باش تجي يعني مشقه خاص العجينه ديالها تكون مرخوفه، يعني تكون كتلصق في اليدين. وكنخليوها انا دابا غنجمعها، نخليها ترتاح واحد شويه، وعاد من بعد نضيف ليها هذيك الخميره الكيماويه. هنا كيف كتشوفوا العجينه من بعد ما ارتاحت شويه كنزيد ليها هذيك الخميره الكيماويه، وكنحاول نعجنها مزيان كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. كنعجنوها مزيان باش كتخلط مع هذيك الخماره. صافي هنا من بعد ما انتهيت كنغطي يدي بشويه ديال الماء زهر وكنشكلها ككويرات. بالنسبه للحجم كيبقى على حسب الرغبه، صراحه هي كتبغي انها تكون كبيره شويه. صافي وكنستمر هكا. كنوضع في السكر كلاصي، من الاحسن يكون سكر كلاصي سبيسيال، يعني كتكون فيه نسبه النشا كثيره. حتى لما توفرش عندكم ممكن تجيبوا غير السكر كلاصي العادي، ولكل كاس من يعني ديال السكر كلاصي كتضيفوا ليه معلقه كبيره ديال النشا. صافي هنا كنبدا نفند بهذه الطريقه، وكنحط في واحد لاطه مفرشه بورق طهي. دائما ملي تفندوا كتغسلوا يديكم عاد ترجعوا يعني تكملوا. هنا كنستمر بنفس الطريقه، يعني كنكور كندوز في السكر كلاصي، من بعد كنمشي نغسل يدي وكنرجع نعاود عاوتاني نكمل. صافي هنا من بعد ما انتهيت كيف شفتوا صفتهم هكا في لاطه، ضغطت عليهم شويه بصبعي، وممكن تزينوهم بالكاوكاو او تخليوها يعني هكا عاديه. كنضغطوا عليها غير واحد شويه. انا هنا شعلت الفران، غير شعلته ودخلت الحلوه كيف كتشوفوا العافيه قليله بزاف، ودرتها من الجهه التحتيه حتى كطيب، عاد كنرجعها للجهه الفوقانيه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تكون نالت اعجابكم، والى وصفه مقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.